كان اللص منذ أعوام يحتاج لخطط وأسلحة وسيارة هروب ومساعدين وعناصر لا تنتهي ليقوم بسرقة 4000. أما اليوم فلا يحتاج اللص إلا أن يضغط على بعض مفاتيح الكمبيوتر وسيسرق 100 مليون دولار. فتمت مؤخراً سرقة عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار من تطبيق هورايزون بريدج في أحدث سرقة كبرى في العالم الرقمي. تفاصيل العملية ما زالت غير معروفة، لكن المنصة المطورة للتطبيق قالت إنها حددت فرداً تعتقد أنه الجاني، وبدأت بالعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من الشركات الأمن السبراني للتحقيق في هذا الهجوم. رغم قلة التفاصيل، يتكهن بعض الباحثين بأن السرقة كانت نتيجة لاختراق ما يسمى بالمفتاح الخاص، حيث حصل الهاكرز على كلمات المرور المطلوبة للوصول إلى محفظة التشفير. ومن المثير للاهتمام أن الشركة تعرض مكافأة قدرها 1 مليون دولار لمن يستطيع المساعدة. قبل سماع رأي ضيفنا في القصة، سنقرأ لكم بعض التعليقات التي وردت عليها، ونبدأ من يوسف الذي قال 99% أن عمل مثل هذا لابد أن يتم بمساعدة أحد من الداخل. بينما علي في هذه التغريدة كتب: طب هم جماعة العملات المشفرة عندهم تأمين زي البنوك ولا لولا الفلوس سرقت معناها راحت؟ يتساءل. توفيق في هذه التغريدة يقول: العملات الرقمية تحت هجوم ممنهج، نشر خبر السرقة في كل مواقع الاقتصاد العالمية والأمريكية بهذا الأسلوب ما هو إلا وسيلة لتخويف الناس منها. نختتم بتعليق لعزيز يقول فيه: وهكذا ستتقلص العملات الرقمية ويقل تداولها سهولة السرقة وبمبالغ طائلة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من ليون المتخصص في العملات المشفرة والرقمية ستيفان أبي شاكر. أهلا وسهلا بك معي. بداية، عندما اليوم نتحدث عن سرقة عملات مشفرة، كيف تتم هذه السرقات؟ الاحتكال من قبل المقرصنين هو على الأخطاء للمبرمجين لبعض العملات التشفيرية. اسمحي لي أن أقول سريعاً أن 99% من العملات التشفيرية هي بمثابة فقاعات وعمليات احتيال بكل بساطة، والذي يعني اليوم يجري في الأسواق هو دليل على أن يعني العدد الكبير جدا منها أو النسبة المئوية الكبيرة جدا منها هي ليست إلا بفقاعات وستزول. هناك مخاطر بالبرمجة بالأخص في هذا المثل، لأنه تقنية لمد جسور ما بين شبكتين اثنين بلوكتشين، وعندما تبرمجين للقيام بتلك العمليات الخطأ وارد. في البيتكوين يعني منذ 12 عام إلى اليوم لم يعني يتبين أي خطأ برمجة في البيتكوين إلى اليوم. أما باقي العملات التشفيرية فهذا ليس يعني وارد عندها، هنالك أخطاء كثيرة، والمقرصنين يعني يستفيدون من هذه الأخطاء. مثلا في الهورايزن ماذا جرى؟ فهنالك مفتاحين خاصين من أصل 4 يمكنك أن تستعملهم يعني البداية بعمليات دفع، والذي حصل للأرجح أن هذين المفتاحين قد سرقا من قبل إما أعضاء في الشركة أو أعضاء يعني يقومون بالاستحواذ أو حماية هذه المفاتيح الخاصة. لكن ماذا عن الأمان والحماية في مثل هذه المواقع؟ يعني هل من السهل اختراق منصات العملات المشفرة؟ نعم، التاريخ يدل أن المنصات ليست محمية 100%، والكثير منها قابل لعمليات يعني قرصنة. وهنالك فرق شاسع جدا جدا ما بين المنصات من جهة وعملات تشفيرية بمثابة فقاعات والبيتكوين من جهة أخرى. يعني
هذه شغلتين مختلفتين كليا. المنصات قابلة، وهنالك يعني مجموعات تختص في قرصنة هذه المنصات، ومن وقت إلى آخر ترين أنه العميل لا يمكن له أن يعني يدخل إلى هذه المنصات، وتقول أنها تحت maintenance أو يعني عذر أخرى، وهي بالحقيقة يعني الوارد كثيرا أنها تخضع لعمليات قرصنة. نعم. طيب، برأيك هل من المتوقع قريبا أن يشهد سوق العملات الرقمية المزيد من هذه الهزات على صعيد انخفاض القيمة نتيجة انعدام الأمان ربما؟ سيدتي، هنالك مثل يقول بالفرنسية: عليك ألا يعني ترمين الرضيع مع مياه الاستحمام. والذي يجري اليوم هو أن السوق بكامله يرمى من قبل المستثمرين، لأن هناك خوف تقني من المخاطر في تلك الاستثمارات. ولكن في الأجل الطويل من المؤكد أن الأغلبية الكبرى لكل العملات التشفيرية ستزول ولن أحد يسمع بها إطلاقا. أما المنصات فهنالك مخاطر دائما في يعني خرقها والعمليات القرصنة عليها، كما تتم على يعني البنوك والشركات وكل ما هو إلكتروني وموجود على الإنترنت. طيب، مثل هذه العمليات كيف مختلفة. من الممكن أن تؤثر على ثقة المستخدمين بهذه العملات المشفرة؟ عليهم أن يفهموا أن هنالك فرق شاسع ما بين البيتكوين وباقي العملات التشفيرية، وهنالك فرق شاسع بين الاستحواذ على البيتكوين شخصيا وحماية المفاتيح الخاصة بالعميل ووضعها عند طرف ثالث، هو بلاتفورم او ماركت او شركه او يعني من يكون، مهما يكون هذا الطرف. وهنالك عمليات سرقه واحتيال وقرصنه و ممكن ان يعني تؤدي الى خساره هذه العملات التشفيريه. البيتكوين بالاخص اذا العميل يستحوذ على مفتاحه الخاص فهنالك يعني لا يتعرض لخطر القرصنة. نعم، يعني بهذا السياق هذه ثالث عملية سرقة للعملات هذا العام. هل هذه السرقات تؤكد تصريحات حاكم مصرف إنجلترا بأن لا مستقبل للعملات المشفرة برأيك؟ أنا يعني أرد السؤال لك، هل تسألين مثلا يعني مجموعة أوتيلات أو فنادق عن Airbnb؟ هل تسألين شركات تاكسي عن أوبر؟ كلا، لأن بالواضح يعني من الواضح أنها أتت هذه الشركات التقنية القوية وغيرت القطاع كله. ولكن العملات المشفرة يعني شيء جديد تماماً. من الطبيعي أن يحمي عملته الوطنية ويقول أن العملات التشفيرية سيئة. هو على حق في 99% من هذه العملات، نعم. ولكن بما خص بيتكوين هو يعني برأيي المتواضع هو على غلط. نعم، شكرا لك، كنت معنا من ليون المتخصص في العملات المشفرة والرقمية ستيفان أبي شاكر.